وحنا جينا نتفرج في الديربي في مدينه اكادير اللي الديربي في مدينه اكادير وجينا وهاد البنيه هادي ما خلاوهاش تدخل. عارف حنا رجاويين عندنا كشي من الصغر فرق رجاء بيضاء عندنا في الدم، ملي كنتزادوا الرجاء بيضاء وحنا عندنا في الدم جينا والسلطات منعونا من الدخول. حنا كنحاولوا جميع جميع الابواب باش ندخل الملعب ونتمنى الله يكون خير ان شاء الله وندخل الملعب ان شاء الله ونفرحوا الوليدات ونفرحوا العائله الرجاويه ان شاء الله. ونتمنى فوز الرجاء البيضاوي، كنتمنى فوز الرجاء البيضاوي ان شاء الله. وش غنقول لك الديربي صعيب تكهن به ولكن ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. وحنا اللي كنتمناو هي الفرجه والروح الرياضيه، الروح الرياضيه هي اول حاجه الروح الرياضيه، وكنتمنى فوز الرجاء البيضاوي. صافي بنتي انا كنتمنى الفوز للرجاء البيضاوي. وانا من الصغر ديالي انا كنموت على الرجاء، يعني حتى فاش درت عندي البنيه راجلي والو قال لي والو خصنا نمشيو للتيران والو والو والو، واخا انها باقا صغيره ما خصنيش نجيبها معايا. ومن المناسبه كنتمنوا اطلاق صراحه السكواد رازيكو اللي بقى فينا بزاف الصراحه. كنشكر شوف تي في على هذا التصريح وكنتمنى لكم فرصه سعيده ان شاء الله.